لو الحكاية فيها إن فيتو لحياتك يا فرسون. أحزاب قوية معناها قدرة على تداول سلمي حقيقي للسلطة، وده اللي البلد محتاجاه. مش عاوزين نص التداول السلمي للسلطة يفضل معلق على شرط غائب هي قوة الأحزاب اللي هتعمل هذا التداول. فأنا أهني المصريين الأحرار أعتقد إن دي خطوة للأمام، وأرجو إن مصر تشهد مزيد من الاندماجات في هذا الاتجاه. عاملين حقوق وحريات كانوا يستحقونها منذ زمن، ربما في مواد وده مؤكد اعترضت انا شخصيا عليها، لكن جمله هذه الوثيقه تشرف المصريين وتؤسس الحياه تليق بثوره 25 يناير 30 يونيو، ونامل ان احنا نسبه حضورنا تكون اعلى ونسبه الذين سيقولون نعم تكون اعلى. من راي حاجين صباح افتى في دخول بعض المرشحين العسكريين للسباق الرئاسي؟ احنا في كل الاحوال اي مصري من حقه ان يرشح اذا مش شرط شريكه الدستوريه مدني او عسكري، لكن الشعب هيقرر ما هو الانسب لمصر والافضل للعبر عن افكار صادرتها الحقيقه. رؤيه حمدين صباح للتغيير بعد 25 يناير تغيرت في الرئاسه، تغيرت عند دلوقتي 25 يناير و30 يناير هم صاروا عشان يحققوا هدف. ربنا يمكننا في انتخابات الرئاسه والبرلمان طريق لتمكين الثوره. ولا العروبه فصنعت خصوصيتها في الليبراليه اللي ارتبطت بانها مرادف للسوق المفتوح واليات متوحشه في الاقتصاد. الليبراليون في مصر كما عرفناهم يدركون حقيقه ان مطلب العداله الاجتماعيه في مصر هو مطلب جوهري، وانا اشهد ان كل اللي اتحاورت معاهم بجديه من المنتمين للليبراليه المصريه لم يكن احد فيهم ابدا بيدافع عن راسماليه متوحشه ولا نهب الفقراء، بالعكس كانوا مع العداله الاجتماعيه. وانا هنا النهارده عشان اقول بعض الرسائل، منها ان حزب المصريين الاحرار ينبغي ان ننظر اليه من الشعب المصري باعتباره حزب مدافع عن العداله الاجتماعيه. معا من اجل وطن يليق بينا ويحقق رؤيته رجولته نزاهته الشخصيه هو رئيس هذا الحزب.